مايا مرسي مع زميلتنا الدكتورة مايا مرسي مع زميلتنا نسرين فؤاد. أستاذة لميس، بالفعل زي ما قلتي حضرتك دكتورة مايا مرسي رئيس فريق العمل الإقليمي في مجال سياسات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والمنسق الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي بالمناسبة أصغر رئيس مجلس قومي للمرأة بعد سفيرة ميرفت التلاوي، من قبلها طبعا السيدة الأولى سوزان مبارك. طبعا احنا كلنا عارفين النهاردة كانت فعلا انتخابات نزيهة أجريت في مجلس الوزراء، وتمت الإعادة بالفعل مع دكتورة عزة هيكل، وحصلت دكتورة مايا على 17 صوت مقابل 11 صوت لدكتورة عزة هيكل. طبعا في البداية بنرحب بحضرتك ونبارك لك على هذا المنصب وهذه المسؤولية الكبيرة. أكيد مجلس قومي للمرأة بيضع على طاولة رئيس مجلس قومي للمرأة عدد من المسؤوليات، عدد من المهام والخطط التي من المفترض أن تنظري إليها في الفترة الجاية. أهم هذه المسؤوليات وأهم هذه المهام التي يجب تنفيذها في المرحلة القادمة؟ أعتقد المهمة الأساسية والأولى هو التنسيق والعمل في جو يعني روح فريق وخروج بخطة للتنفيذ على مدة 3 سنين. العمل كفريق ده عمل مش هيبقى سهل، لأن عندنا 30 عضو، هيبقى فيه أكتر من 11 تقريبا 11 لجنة إذا ما انبثقش عن اللجان ديت لجان أخرى، وفي 27 فرع بالإضافة إلى مكاتب الشكاوي في الفروع في المحافظات المختلفة. فأعتقد أن من الأساس هو التنسيق بين كل هذه يعني كل هذه الجهات، بالإضافة للتنسيق كمان بين الجهات ديت والحكومة، لأن كمان الوزارات المعنية احنا دورنا ان احنا نساعد وندي الدعم الفني ونتعاون مع الوزارات المعنية لإدماج كل احتياجات المرأة في الخطط القطاعية والخطة القومية للدولة، وكمان رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. فأعتقد أن احنا دي المهمة الأولى. المهمة الثانية هو تمثيل مصر في المحافل الدولية الخاصة بالمرأة، والتمثيل في المحافل الدولية والمحافل الإقليمية العربية والإفريقية بوجه خاص. الخطة أو الرؤية المستقبلية أعتقد هتعتمد كثيرا على الأعضاء وعلى اللجان وعلى الخبرات وعلى الحركة النسائية الموجودة في مصر، لأن صوت الحركة النسائية وصوت النساء القياديات في مصر مهم جدا ان احنا نسمعه ونعرف احتياجات النساء. وصولنا هننجح يوم ما نقدر نوصل للقاعدة العامة من النساء الفقيرات المعيلات النساء ذوي الإعاقة المرأة المسنة الأرملة المطلقة. لو قدرنا نوصل ونشوف احتياجات النساء ديت في المحافظات المختلفة في النجوع والكفور وفي النوبة وفي السيناء ايه بالظبط؟ اعتقد هنقدر ننجح كلنا كفريق عمل. طيب بالمناسبه المراه المصريه فعلا زي ما حضرتك قلتي في النجوع وفي القرى في مصر كلها، لكن مش في اسكندريه، مش في القاهره. صح. اعتقد المراه المصريه لازم نوصل لها في كل مكان. هل هناك خطه معينه بتبعها المجلس القومي للمراه، او ما هي الخطه المتبعه في المرحله الجايه ان شاء الله؟ ازاي نقدر نوصل للسيدات في مصر ونقدر نقدم لهم الدعم في كل مكان تتواجد فيه المراه المصريه؟ المفروض في 27 فرع للمجلس القومي المرأة على مستوى المحافظات، في مكاتب شكاوي موجودة على مستوى المحافظات، بس أعتقد أن احنا كمان يجب أن نتواصل مش بس الفروع والمكاتب الشكاوي، أعتقد أن احنا لازم نتواصل مع النساء أو مع القاعدة الشعبية الموجودة على الأرض، زي ما قلت حضرتك نوصل للاحتياجات بتاعتهم. مكتب شكاوى بنعرف ايه الشكاوى، ايه اللي ناقص للمرأة المصرية. اعتقد ان احنا يجب ان نتعاون مع الجمعيات النسائية الموجودة في مصر كمان، لان صوتها لازم يبقى مسموع. ما فيش اجندة تنمية ولا تمكين للمرأة اقتصادي اجتماعي سياسي من غير وجود الحكومة والمجتمع المدني والآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وهي المجلس القومي للمرأة في مثلث قوي بصراحة. يعني إذا ما كانش في ضلع من الأضلاع ده
ضعيف ما بنقدرش نوصل اللي احنا عايزينه. لازم يكون في تعاون بالزبط. طبعا يعني بالزبط. طيب هذه طبعا هذا الفوز طبعا كان يعني اعقبه استقاله، وهذا اثار يعني الراي العام النهارده، استقاله دكتوره عزه هيكل، وهي كانت يعني في مرحله القعده مع حضرتك، هي عضو مجلس قومي المراه. النهارده تقدمت باستقالتها وقالت يعني اعترضت على وجود حضرتك في المجلس، وقالت ان مناصب الدوليه اللي حضرتك تتوليها ربما تؤثر بشكل كبير على سياسات المجلس المتبعه في المرحله القادمه برئاسه حضرتك. رد حضرتك يا فندم. اولا اشرف بالنتيجه اللي حصلت، واتمنى اكون عند يعني حسن ظن الاعضاء اللي انتخبوني واللي ما انتخبونيش. دي اول نقطه. النقطة الثانية مهم جدا في هذا المنصب، كما علمنا النهارده ويعني معروف ان السفيرة ميرفة التلاوي كانت متفرغة تفرغ تام للمجلس لفترة الثلاث سنوات. فالنهارده اتقال اذا كنا عندنا استعداد ترك مناصبنا للوظيفة دي، فأعلنت ان انا على اتم استعداد ترك الوظيفة الدولية لخدمة بلدنا او خدمة مصر في هذه المرحلة. وقلت بالنص ان اعتقد ان انا خدمه بلدي في لمده 3 سنوات اقل القليل ان يمنح لبلدنا في وقت في ناس بتموت على الحدود، في وقت في امهات بتخسر ولادهم، في وقت في زوجات بتصحى من النوم ما تلاقيش جوازاتها موجوده اساسا زوجاتها. فاعتقد ان يعني اللي انا بقدمه ده يعني تضحيه قليله جدا جدا، او يعني حتى خطوه قليله جدا في مقابل اللي في كتير من يعني نسائنا اساسا بيضحوا بيه. فانا قلت النهارده ان لو نلت شرف رئاسه المجلس القومي للمراه ساستقيل من الامم المتحده، لان بصراحه لا يجب ان نتفرغ، يعني التفرغ ده اساسي. فده اللي اعلنته. انا عايزه هيكل ولا ايه؟ يعني بالخبر ده ممكن ننهي فقرتنا. يعني الدكتوره مايا قالت ان هي زيها زي بالظبط المجند والشرطي على الحدود، برضو الدور المراه المصريه كبير جدا، ونحن طبعا بنعول على دور المراه المصريه في الحياه السياسيه والاجتماعيه. وطبعا بنشكر حضرتك الدكتوره مايا، شرفتينا النهارده. شكرا لحضرتك. وعوده مره اخرى استاذه لميس ليكي في الاستوديو.